ركز معي، احنا البشر اذا نبغى نترفع عن اشخاص ايش نقول؟ نقول ترى انا ما دريت عنك، ما دريت عنك. نشوف انه هذه يعني نترفعنا عنهم، لكن الله سبحانه وتعالى عكس تماما. الله المتكبر جل جلاله لا يليق ان نقول بان الله سبحانه وتعالى ما درى عني، لا 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 لا. شوف، عشان تعرف ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله هو المتكبر جل جلاله وهو الغني سبحانه وتعالى، يقول وهو بكل شيء عليم. ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ومع هذا الله أعلم بك من نفسك. تسوي نفسك أنك تعرف نفسك صح؟ طيب، لكن الله أعلم بك من نفسك. تعرف متى رح تموت؟ تعرف وش رزقك بكرة؟ الله يعلم هذا سبحانه وتعالى. هل رأيت مجرى دمك؟ الله يراه. أقرب القريبين لا يستطيع أن يعلم ما بداخلك. فإياك أن تظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمعك، إياك أن تظن بأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليك. حاشاه ربي، بل هو ينظر، بل هو يراك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه أنه تتغير القبلة إلى المسجد الحرام. كانت القبلة وين؟ في بيت المقدس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وده أن القبلة تكون وين؟ إلى المسجد الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء مرة بعد مرة، يرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ينتظر نزول الوحي. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ينتظر نزول الوحي حتى نزلت الآية: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما قال الله سبحانه وتعالى: يا محمد ايش تبغى؟ عشان تعرف ان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. يا الله، بعباده، الله لطيف بك. شوف، اذا انت كلمت شخص تحبه من البشر وما رد عليك تتضايق وتحزن، ولكن شوف الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل معك. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وهو الله جل جلاله، قال: انا عند ظن عبدي بي، وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه. قاعد انت لحالك وتذكر الله سبحانه وتعالى: فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اشتغب أكثر من كذا. سبحان الذي يليق به التكبر ولا يليق بمخلوقاته. سبحانه الواحد الأحد. نفسنا سبحان الله، الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تحب المتكبر وتفر إلى المتكبر وترجو المتكبر سبحانه جل جلاله الله، ولكن تفر من المتكبرين المخلوقات. شوف كيف، عشان تعرف أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى وهو المتكبر قال في القرآن: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إيش قال بعدها؟ ولا يرضى لعباده الكفر. الله المتكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ما علاقة بسط يد الله سبحانه وتعالى بالتوبة؟ أتدري ما العلاقة؟ أصدمك، الله سبحانه وتعالى يبسط يده ترحيبا بالتائب، ترحيبا بالتائب، ترحيبا بالتائب. آخ آخ آخ، كم أحب الله. والله لولا الإيمان بالله وحلاوة الإيمان ما أحببت العيش، فالحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يطيل بأعمارنا على طاعته، والسلام عليكم.